بأمان. اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان لابد كلها امين. نقرا مع بعض كده جزء من انجيل معلمنا لوقا بيقول ايه. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. فقال له واحد: يا سيد، اقليل هم الذين يخلصون؟ فقال لهم: اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق، فإني أقول لكم أن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون. من بعدما يكون رب البيت قد قام وأغلق الباب، وابتدأتم تقولون خارجا وتقرعون الباب قائلين: يا رب يا رب افتح لنا. يجيب ويقول لكم: لا أعرفكم، من أين أنتم؟ حنيذ تبتدون تقولون: أكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا. فيقول: أقول لكم لا أعرفكم، من أين أنتم؟ تبعدوا عني يا جميع فاعلي الشر. وإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وأبد كل آمين. هي أول ما سمعت الجزء ده من الإنجيل اتخضيت جدا، وقلت معقولة بعد ما خدمت في كنيستك يا رب وبقيت خادم وبقيت كاهن وعايش في الكنيسة، ممكن أجي أقف على الباب يقول لي ابعد عني أنا ما أعرفكش؟ فابتديت أدور طب إيه المطلوب مني أنا أعمله. فلقيت بعدها بإصحاح بيرد علي تاني رد تاني يقول إيه: وكان جموع كثيرين سائرين معه، فالتفت وقال لهم: إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وأخوته وأخواته حتى نفسه أيضا، فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. ولا من لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذ. فاكتشفت عشان أبقى تلميذ وأبقى مقبول عنده أبغض أبي وأمي وإخواتي وأخواتي وحتى نفسي أبغضها. مفعش جوه الكنيسة كويس. فاكتشفت ان انا طب مال ايه بقى الصليب اللي احمله؟ هو ده خلاص انا هبغض كل الناس وابغض نفسي وامشي وراه عشان اكون تلميذ. بس سأل سؤال تاني بقى: من لا يحمل صليبه ويتبعني لا يقدر ان يكون لي تلميذ. طب ايه هو الصليب المطلوب مني؟ ايه رأيكم ايه هو الصليب المطلوب مني؟ حد عنده فكرة؟ مجهود ترك وبذل. ده ايه رأيك؟ حد تاني عنده فكرة تانية عن الصليب؟ طيب هو الصليب اللي شاله المسيح ده صليب مين؟ صليبي أنا، صح كده؟ مش صليبي هو. طب أنا هشيل صليب إيه؟ بقلد ربنا. طب هو المسيح شال صليبي أنا ليه؟ عشان يخلصني. لا، عشان يخلصني، مش هتعلم منه، هو عشان يخلصني. يبقى أنا هو عشان يخلصني. طب يبقى أنا هشيل صليب مين؟ الآخر بالنسبة لي. فبالنسبة لي الآخر هو ده سر حياتي، والمسيح بذل نفسه من أجل الآخر عشان يخلصه. طب أنا صليبي إن أنا إيه؟ أبذل نفسي أنا كمان من أجل الآخر. وهو ده المطلوب منك، إن أنت تبذل نفسك. الصليب يقول لنا الكتاب كده: إذ أحب خاصته الذين في العالم أحبهم حتى المنتهى. يعني المسيح سلم نفسه وبذل نفسه لآخر قطر الدم من أجل الذين أحبهم. عشان كده هو المطلوب مني ومن حضرتك البذل، وخصوصا أنت خادمه. ولو أنت عايز تبقى فعلا تلميذ حقيقي وتخش من الباب الضيق، يبقى لازم تشيل الصليب.
الصليب هو التعب، مش التعب ان انت تقول لي انا مريت بمشكله او مريت بضيقه او مريت بتجربه. كل التجارب دي الكتاب بيقول لنا ايه؟ احسبوه كل فرح يا اخواتي، لان التجربه بتنشئ صبر، والصبر تزكيه، والصبر له عمل تام لكي تكونوا تامين غير ناقصين. يبقى هنا لما التجربه بتيجي دي من اجلك مش من اجل حاجه تانية. عشان كده افرح ان انت بتزيد وبتكبر وبتبقى حاجه كويسه، لكن مش من اجل المسيح ولا من اجل الاخ. التجربه دي بتشيلها بس عشان خاطرك، عشان تصلح من نفسك. يعني انت لما بتخش امتحان النهارده ثانويه عامه، ده عشان الاخر ولا عشان خاطرك؟ عشان خاطرك، وبتنجح انت في الاخر مش لحد تاني، النجاح ده ليك انت. لكن لما بتبذل مجهود وتعمل عملية وتعمل شاف، انت بتبذل من اجل الاخر، عشان الاخر ينجح او عشان الاخر يعيش. هو ده البذل اللي هو اللي بنعمله. لكن الامتحان ده ليك انت، عشان انت تكبر وتبقى لنجاحك انت. عشان كده تعالوا نراجع ايه هو البذل، لان احنا موضوعنا النهاردة الخادم والبذل. اول حاجة البذل هو ضرورة موضوع عليك. ضرورة موضوع عليك. يعني ايه ضرورة موضوع عليك؟ يعني النهاردة انت ما ينفعش تعيش من غير بذل، لان بيقول لك من لو ما شلتش صليبي لا تقدر ان تكون لي تلميذ. مش هتبقى تنفع تلميذ للمسيح، وإلا يبقى انت زي قلتك، مش هتنفع. عشان تبقى تلميذ لازم تبذل. تبذل ايه بقى؟ ابذل المجهود، ابذل، طلع كل طاقاتك. المسيح مختارك بعناية فائقة للعالم ان انت تكون موجود فيه، دي اول حاجة. وتاني حاجة موجود فيه لان انت اختارك تبقى مسيحي واستأمنك على اسمه، بقيت انت واخد اسمه. والتالت استأمنك ان انت تكون خادم. ليه التلات اختيارات دول؟ لان شايف فيك موهبة، شايف فيك قدرات مش موجودة في حد تاني. عشان كده يقول ايه؟ حيث اكون انا هناك يكون ايه؟ خادمي. مكان ما هيكون هو موجود هكون انت موجود. طالما اختارك تبقى خادم لي يبقى عايزك انت منك حاجة. فالبذل ضرورة موضوع عليك. ينفع يجي المسيح من غير ما يشيل الصليب؟ طب كان جي ليه؟ نفس القصة، انت عشان انت تيجي لازم تكون تشيل الصليب، وإلا مش هتنفع. فدي أول حاجة أفهمها، أن الصليب ده ضرورة، أو البذل هو ضرورة موضوع عليك. تاني حاجة هو خلقنا الإنسان على صورتنا وعلى شبهنا، فأنت عايز تبقى شبهه، تبقى زيه، تعمل أعمال التي أعملها وإيه؟ وأعظم منها. طب هتعملها إزاي لو أنت بقيت شكله؟ هو حب خاصته حتى المنتهى، وطلب منك أحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. طب هو حبني إزاي؟ بذل نفسه من أجلي، يبقى أنا كمان لازم أبذل أنا نفسي من أجله. الحاجة التانية، البذل ده منهج حياة بالنسبة للإنسان والخادم، منهج حياة. بولس الرسول، حللني يا أبي، بولس الرسول بيقول كده إيه؟ ولكنني لست أحتسب لشيء ولا لنفسي ثمين عندي، حتى أتمم فرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. يعني بولس الرسول حس إن هو نفسه كمان مش ثمينة عنده ولا فرق عنده في حاجة، فمنهج حياة. لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح فذاك أفضل جدا، ولو أود أن نفسي أن أكون أنا نفسي إيه؟ مرفوضا من أجل أنسبائي. إيه ده؟ إيه يا بولس ده؟ ده بقى منهج حياة. لو أنت فعلا تشبهت بالمسيح وخدت فكرته، هو داخل العالم عشان يبذل نفسه لآخر قطرة. أنت بقى هتعمل إيه؟ لو انت ما فهمتش ان انت جاي للحياة عشان تبذل نفسك زي المسيح لانك شبهه وعلى صورته، يبقى انت مش شبهه. هيجي في الاخر يقول لك ايه؟
ابعدوا عني إني لا أعرفكم. من أنتم؟ أنت مين؟ لو أنت جاي عايش لحياتك وعايز عشان الدلع والهزار والضحك وعايز أعمل شغل وعايز أتجوز وعايز أخلف وعايز أجيب وعايز 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 وماله، خذ اللي أنت عايزه، بس لما تيجي تقابله يقولك من أنتم؟ إني لا أعرفكم، ابعد عني يا فاعل الشر. لأن أنت جاي موضوع عليك مسؤولية، الفعل قليلون والحصاد كثير، الملح جيد ولكن إن فسد الملح بماذا يصلح؟ لا يصلح بعد لشيء، لا الأرض ولا مزبلة. تخيلوا يعني ربنا بعد ما اختارك، اختارك تبقى إنسان واختارك مسيحي واختارك خادم، في الآخر تقول له ما عرفش، يقول لك ايه؟ طب بماذا يصلح؟ هصلح بايه البشرية اللي انا اخترتك عشان اشتغل بيك؟ تخيلوا اجي انا بعد كل ده اقول له ايه؟ لا انا مش قادر يا رب، مش عايز، ما عرفش، ماليش. فاعرف انت اللي بوظت نفسك وانت اللي ضيعت حياتك. فافهم ان البذل ده عبارة عن منهج حياة ولازم تكون ماشي، وافهم ان ده ضرورة موضوع عليك، واعرف ان انت شبه المسيح لازم تبقى زيه. طب تعالوا نشوف ايه اللي بيعطل ان انا ابذل، ايه اللي بيخليني ما ابذلش. اول حاجة تعطل بذلي الذات، ودي دايما هتلاقيها في كل حياتنا مبهدلانا. أنا فين؟ فين كرامتي؟ فين مكانتي؟ فين إمكانياتي اللي أنا أقدر أدي بيها؟ على فكرة اختار المسيح، اختار المرزول والمش موجود والمصدرة عشان يحارب بيهم كل العالم. مش مختارك عشان أنت جدع، لا مختارك عشان أنت متواضع وتقدر يشتغل بيك، مختارك ان انت طري تقدر يتعامل معاك، عجينة لينة يشتغل بيك. لكن لو قلت له لا انا مش قادر، انا ناشف وانا مش نافع، انا لازم اعمل، انا فين؟ ده بيضيع ذاتك، هي اول حاجة بتضيعك ما تخلكش تبذل. ذاتك هتلاقي وراها ايه بقى؟ الكرامة، الحسد، الغيرة، الانتقام، النقد، عدم العطاء. ادي ليه؟ على قد ما بيديني أنا أدي، ولما بأخذ أنا مكانتي أبقى أدي. الذات كل دي وراها ذات، عشان كده لك ينكر ذاته كل يوم ويحمل صليبه. فدي أول حاجة افهمها بتضيع، إن أنت ما تقدرش تبذل ذاتك. بحس إن أنا صعبان عليا نفسي قوي، أنا مش واخد مكانتي، أنا بتعب كتير قوي وبلاقيش، ما بلاقيش كرامة، ما بلاقيش طبطبة، ما بلاقيش كلمة حلوة، الأمين ما بيدينيش، ما بيسمحليش أعمل، ما بيدينيش أطلع قدراتي، وانتدي أنتقد وأنتقد أفعاله. فدي أول حاجة بتضيعك ما تخلكش تبذل ذاتك. تاني حاجة بتخليك تضيع هو الكسل. الجسد المليان رحرحة وعايز بقى الراحة تعبان شوية، مرهق، مش قادر، طب يعني هو لازم أعمل دي، وتم فلان موجود بيعمل، طب إن شاء الله هعمل. كسل، هو لازم يعني ضروري قوي نعمل كده؟ هو لازم اجتماع الأسرة لازم أحضره؟ ما أكون بس الكلمة مش لطيفة، والمش عارف مين ما بيجيش، ولا الأمين بيقعد يرغي كتير، ولا مش عارف بيعمل إيه، أو أبونا ما بيجي وما بيجيش، ندعيه ما بيجيش، ما بستفادش. مين قالك كده؟ أنت مجرد لو قعدنا مع بعضينا حتى في اجتماع الأسرة، وحتى قعدنا نتناقش في أي حاجة، نجتمع اثنين أو ثلاثة باسم، أكون أنا في الوسط. كسل بقى اجتماع الخدمة. يعني هقول لكم حاجة ما تزعلوش مني، أنا اتضايقت جدا النهاردة من قداس الأطفال في المسرح. المسرح كله فيه 3-4 خدام، فيه 200 طفل ولا 150 طفل
واربع خدام. ينفع الكلام ده؟ يعني ازاي الكلام ده يحصل؟ مين فين بقى يعني يقول لك اصل يا ابونا القداس بدري، اصل القداس قداس ايه، اصل ما بنستمتعش بالقداس. ومين قال لك تستمتع؟ انت جاي تخدم اطفال، ليه تسيبهم؟ وطبعا العيال واخدين راحتهم في كل كسل، ما ليش مزاج، مش قادر، اصل ما بقاش لطيف، الدنيا زحمه، الدنيا دوشه، الدنيا ايه. مين قال كده؟ ما هو وجودك اللي هيعدل الكفه المايله. لكن الحقيقه بيصعب عليا قوي ان بعد التعب ده كله ابص الاقي الخدام بيكسلوا ينزلوا القداس، يكسلوا يخدموا، يكسلوا يفتقدوا، يكسلوا يدوروا على الخروف الضال. كل ده من الكسل اللي يخلوش يبذل. حاجة تانية بتخلي الواحد ما بيبذلش، الخدمة اللي مش على مزاجي. أصلا أنا بحب قوي أعمل الخدمة الفلانية، والأمين قال لي لا أنت مسؤول عن كذا، ما تبقاش مسؤول عن كذا. فالحقيقة مش على مزاجي، مش على هواي، فلا أوجع قلبي ليه؟ على قد كلامهم أعمل، أروح وأحضر وأمشي. أنا موجود، مش عايزيني موجود، أنا موجود، بس مش هعمل حاجة أكتر من كده. أنا أثبت حضور. الحقيقة لما أنت بتخدم، أنت مش بتخدم الأمين ولا بتخدم الكنيسة، أنت بتخدم رب البيت. والضرورة موضوع عليك أن أنت تجيب الطفل ده أو الشخص ده أو الولد ده ترجعه لكنيسته، ترجعه لحضن أبوه، مش ترجعه تسيبه، لا ده أنت ترجعه لحضن أبوه وأنت المسؤول عنه. أنت الفاعل اللي بتقدر تجيب الحصاد، أنت اللي هتلم الحصاد ده. لما تسيبه هيدبل وهيموت ومش هيلاقي له مكان حد يجيبه. ربنا مش هيعدم وسيله ان هو يلمه ويجيبه، بس انت اللي خسرت، انت اللي خسرت. كان قدامك فرصه تجيب ثمره تحطها في جرابك وانت اللي ضيعتها، وفي الاخر مش هتقدر توصل له حاجه. حاجه كمان طبطبت الناس عليا كتير. لما كنا انا بتعب شويه في الخدمه يقول لك يا مس فلان ولا مستر فلان ده انت بتتعب قوي، ريح نفسك شويه، يا هتعمل ايه اكتر من كده. والحقيقه ايه، انا صدق ان المجهود اللي انا بعمله ده كتير، واقول لا 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 ريح بقى، كفايه كده، ريح شويه، ما تدوسش على نفسك كتير، هتعمل ايه اكتر من كده، ما انت عملت كل ما في وسعك. الحقيقه انت لسه لم تبذله بعد حتى الدم، لم تبذله بعد حتى الدم، لغايه اخر نفس لازم تكون بتخدم. الحقيقه الاباء كتير بيعلمونا ان احنا صغيرين قوي، بنشوف هما بيبذلوا قد ايه مجهود كبير قوي، واحنا اللي يعتبر شباب يعني بالنسبه للاباء ما بنعملش حاجه. لكن هما بصراحه بيحسونا ان احنا ولا حاجه. لما تلاقي ابونا رايح وجاي ونازل وطالع ويعمل يعمل، وانا قاعد شويه مرتاح بقى، يعني ببذل مجهود خفيف كده شويه، لان اصل صحتي على قدي. طب ما فين بقى؟ ليه؟ قال لك يا ابونا اصل انت بتتعب، ما انت بتصحى من الصبح وبتعمل، او انت يا خادم اي واحد فينا. كلام الطبطبه والرياء او النفاق بيضيعنا، ما تدوش ودانك، لان ده هيخليك ما تبذلش. ولو قال لك ان انت خادم شاطر قوي، تعرف ان بيضيعك، اعرف ان انت لسه بارد، لسه بارد، محتاج تشتغل. لانك المسيح هيقول لك ايه، عندي عليك انك لست باردا ولا حارا، انا مزمع انا تقيأك من فمي. أصعب حاجة بقى في أن أنت بتعطلك عن البذل، وهو الشكلية في العبادة، ودي هي أهم حاجة فيهم. إيه الشكلية في العبادة دي؟ هو علاقتك مع ربنا شكلها إيه؟
علاقتك الشخصية مخدعك شكله إيه؟ هل في علاقة حقيقية مع ربنا؟ بتتكلم معاه حللني يا أبي، بتتكلم معاه وتاخد وتدي معاه في الكلام، بتعرض عليه كل مشاكلك، بتاخد وتدي في الكلام معاه، بتسمع صوته، بتاخد رأيه في كل حاجة، ولا أنت مجرد روتين؟ أصلي باكر وأصلي التالتة وأصلي السبتة والتسعة وغروب والنوم. مرة من المرات ولد من ولادي جاي، إيه هو عنده قانونه، نشكر ربنا يعني 7 صلوات الحمد لله، مبسوط جدا بيه. فاكتشفت ان هو بعد حوالي 6-7 سنين كده من الاعتراف خطية مستمرة، حتى نفس اللفظ واحد، انا بعمل كذا كذا كذا، ولما اعمل كذا بيحصل كذا، ولما اعمل كذا بيحصل كذا، ولما اعمل كذا بيعمل كذا، يعرف نفس اللفظ، حفظه من كتر ما هو بيه بيكرره. فكل مرة ندي تدريب ونعمل حاجة، يجي نفس الشهر اللي بعده هو نفس الخطية بنفس التكرار، تك تك تك. فبعد شوية لقيت قلبي كده يعني وجعني، بقول له ممكن أسأل سؤال؟ قال لي، قلت له أنت بتصلي 7 صلوات مش كده؟ قال لي آه. قلت له طيب إزاي؟ قال لي يعني إزاي؟ عادي بقرأ حافظهم بقولهم ورا بعض. قلت له آه طيب، هقول لك حاجة، أنت النهاردة لما بيجيب مكنة بتحط من ناحية قطن بتطلع إيه؟ قماش. طب لو ما حطتش قطن يطلع إيه؟ ولا حاجة. فلما أنت النهاردة بتدخل صلوات من ناحية تطلع إيه؟ مفروض أعمال. طب لما تدخل من ناحية صلوات وما تطلعش أعمال يبقى أنت دخلت صلاة؟ قال لي لا. قلت له طيب يبقى أنت ما صليتش. قال لي إزاي ده، أنا بصلي 7 صلوات. قلت له لا، في فرق إن في حاجة اسمها صلاة، في فرق إن هي إيه؟ بغبغان. الآباء علمونا الصلاة هي إيه؟ كلام منطوق بالفم، يسمعه الأذن، يفهمه العقل، يعيش به القلب. كلام منطوق بالفم، تسمعه الأذن، يفهمه العقل، يعيش به القلب. يسألوا الآباء أنت صلاتك فين؟ هل هي صلاة فمية أم أذنية أم عقلية أم قلبية؟ وقت ما بتقف بيسمى صلاتك. فلأنت صلاتك فمية هتتبع إيه شعب إسرائيل؟ لك هذا الشعب يعبدني بشفتيه أما قلبه مبتعد عني بعيدا. فأنت سهل أوي تصلي 7 صلوات بالبق، لكن قلبك مبتعد بعيدا عن هذا الكلام. لكن لو بتتكلم كلام عقلك يعيه، على الأقل في كلمة هتلمس القلب، على الأقل في كلمة هتلمس القلب. لو لمست القلب المسيح قاعد جوه، يبقى أنت لمست لمسة زي المرأة نزفة الدم، لازم تشفى ولو كلمة. معقولة في 7 صلوات ما فيش كلمة لمست قلبك؟ فقال لي صعب يا ابونا، مش معقولة. قلت له طب راجع نفسك تاني يا ابني، راجع نفسك، لأنه كده واضح أن أنت في حتة تانية. صلي بجد، خلي علاقتك مع ربنا علاقة حقيقية، لمسة حقيقية، مش مجرد كلام، مش مجرد يعني روتين بعمله عشان أريح قلبي وأقول أنا صليت 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 صليت. صدقوني ساعات حتى الاعتراف ما بيبقاش بجد. الإنجيل كلام بقراه وخلاص، لكن هل الكلام اللي أنا بقراه ده فعلا دخل واشتغل جوه وعمل معايا؟ الحياة صعب. عشان كده من أصعب الأشياء الشكلية في الحياة تضيعك، ما تعرفش تبذل. تعالوا بقى نعالج المشكلة دي، لأنه عشان نقدر نظبطها، لأنه مطلوب. احنا زي ما قلنا الضرورة موضوعة، لأن لو ما حملتش الصليب
مش ممكن تكون ليا ايه تلميذ. اول حاجه اعمل علاقه حيه مع الله، ابتدي صلي بجد. لما تحط قانون مش مهم الكم، المهم الايه الكيف. ما افرحش ان انا بصلي المزامير كلها بس الحقيقه ما طلعتش بولا كلمه. ان شاء الله صلي مزمورين، صلي ثلاثه، صلي اربعه، اي حاجه، بس افهم الكلمه اللي بتقولها، اعيها اوعاها وحاول انها توصل لك. كتير يقول لي يا ابونا انا صلاتي ما تطلعش من سقف الاوضه. ومين قال لك ان عايزه تطلع من سقف الاوضه؟ انا عايزه تخش قلبك، لان المسيح ساكن جوه قلبك، ما مش بعيد عنك. فاول حاجه اعمل علاقه مع ربنا بجد. صلاتك خليها صلاة حقيقية، إنجيلك إنجيل حقيقي، استمتع بيه وابحر فيه واسبح جوه الإنجيل، عوم جوه الإنجيل عشان تتعلم منه. اعترافك فعلا اقعد تحت رجلين المسيح، سيبك من أبونا، اقعد تحت رجلين المسيح، مش أبونا ولا أي حد، سيبك من أبونا ده خالص، خليك في رجلين المسيح، اقعد تحت منه ودوب وانسحق، طلع كل اللي جواك وقوله. ولما تيجي جوه القداس لا تهتم بقى مين بيقول ايه ولا مين بيعمل ايه، خليك في الذبيح اللي موجود على المذبح اللي جاي من اجلك عشان يتحد بيك واتحد بيه. تاني حاجة اقعد مع نفسك، راجع نفسك، انت فين؟ نشكر ربنا الكنيسة وفرت لنا خلوات كتيرة قوي وقعدات كتيرة ورحلات ومؤتمرات كتيرة. كل ده ليه؟ عشان تقف وتراجع نفسك، انت فين؟ انت فين يا حتة؟ لازم تعرف، يعني يقولك دايما حساب النفس ده لازم تروح شهادة فرامل وواقف راجع، انت فين؟ انت فين من الحياة؟ انت فين من المسيح؟ انت فين في كل حته في حياتك؟ ايه اللي ناقصك؟ ايه اللي محتاج تصلحه؟ ايه اللي محتاج تغيره؟ ايه اللي متقل قلبك؟ ايه اللي مكسلك؟ ايه اللي شدك؟ راجع نفسك، حساب، حاسب على كل خطوه في حياتك، حاسب على كل فعل بتعمله قبل ما تعمله. يعني دايما الحساب احنا بنعمل ايه؟ اقول لك حاسب نفسك كل يوم بالليل. في ناس يقول لك لا، طب حسب نفسك كل اسبوع، طب حسب نفسك كل شهر، حسب نفسك كل قبل اعتراف. لا، من فضلك حسب نفسك قبل ما تفعل الفعل، قبل ما تاخد الخطوه، اعملها ولا لا؟ ولو عملتها ايه اللي يحصل؟ ولو ما عملتهاش طب ايه اللي يحصل؟ راجع نفسك، وقف انت فين، وايه اللي مطلوب منك عشان تعمله، واعرف ايه المطلوب منك. لانك ان زي ما قلنا البس ده ضروره، موضوع عليك. بولس جاي انفق وانفق، يعني الاثنين ضايع، متاكل ما فيش منه حاجه قاعده. انت فاكر دي ولا انت جاي تتمجد وجاي عشان يحطوا لك تاج ويقول لك انت الامين الفلاني ولا المستر فلان ولا المس فلانه؟ لا، انسى، انت لا مؤاخذه خدام تغسل الرجلين. راجع نفسك انت فين. تالت حاجه، احنا في خدمتنا عمالين نقول للناس اعملوا 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 اعملوا، زي ما انا كده بقول لكم اعملوا اعملوا اعملوا. لازم قبل ما اقول لكم الكلام ده انا كمان انا اعمل اللي انتوا بتاع اللي انا بقوله، والا يبقى كلامي رايح لكم اوانطه ومش هيوصل لكم. يعني قبل ما اقول لك صلي لازم اتعلم انا اصلي، قبل ما اقول لك اعترف اتعلم انا كمان اعترف، قبل ما اقول لك سامح اخوك انا سامح اخويا، قبل ما تقول الامر الاخر وانت كخادم وبتطلب من ولادك حاجه انت كمان اطلب من نفسك. لا كمان دوس زياده على نفسك عشان تقدر تتعلم، والا يبقى أنت زي قلتك. آخر حاجة،
احنا دايما لما نيجي بنبص بشوف انا قد ايه تعبت واشوف اللي حوالي مني المرتاحين فبقول يا ده انا تعبت قوي. الحقيقه اقول لك غير نظرتك، بدل ما تبص على المرتاحين بص على اللي بيتعبوا. قدامنا امثله كتيره قوي في الخدمه يبذلوا نفسهم حتى المنتهى متشابهين بإلهنا. فلما تيجي تبص قارن نفسك بيهم، هل انت وصلت للمرحلة دي ولا لا؟ يعني هقول لكم حاجة جميلة، النهاردة الصبحية شفتها، جالي فيديو كده لأبونا فلتقوس. الحقيقة شفته كده فيه حاجة جميلة قوي، شفت فيه قلب الطفل بيكلموه على السياحة وهو ساح ازاي وطلع في الجبل ازاي وته في الجبل قعد اسبوع حط الملاك بتاعه حطه في مغارة. الحقيقة بيتكلم بقلب طفل عجيب. بس الحقيقة لو انا قعدت افكر مع نفسي كده، لو انا كنت مكانه وطلعت في الصحراء وتهت زي ما هو ته كده، ده انا كنت اتبهدلت اخر بهدلة، ده انا كنت تعبت اخر تعب. الحقيقه هو بصلها ببصه جميله جدا وقال لك ملاكي قال لي خش المغاره دي، لقيت بتاع ميه وبتاع اكل وقعدت اكله اكل سخن وقعدت اسبوع، بدل ما كنت هقعد يوم قعدت اسبوع. ايه ده ايه ده ايه القلب ده؟ قلب طفل خالص. هي قعدت ابص عليه قلت الراجل ده بذل نفسه، بذل نفسه ورمى نفسه في الصحراء ولا فكر هياكل ايه ولا يشرب ايه ولا يعمل ايه. ولما بيتكلم على الاباء السواح بيتكلم اكن واحد كان جنب منه بياخده من ايده ويوديه ويجيبه ويزقه في الهواء ايه ده ايه ده ايه ده ايه القلب ده؟ حسيت ان انا ايه قد كده قد كده، محتاج اشتغل على نفسي كتير قوي. تخيلوا بقى لما بص على ده الاقي نفسي انا ايه ولا حاجه. لكن لما الاقي واحد بقى متنعم ولابس العمم ولابس ولابس ولا ايه ده، ده انا بقى ده انا طلعان عيني، لا ده انا ريح نفسي شويه. لا يا احبائي، بص اللي تعب وبذل وقدم نفسه كلها كامله لله عشان تقدر تبذل وتقدم لربنا. ربنا يدينا ويديكم ان احنا نتعلم حياه البذل في خدمتنا، لان هو ده الحل الوحيد، لان هي دي اللي مطلوب مننا والضروره موضوع علينا. لالهنا كل مجد وكرامه الى ان ابد كلها، امين.